قل كلمة عكس كلمة كرم. كلمة كرم عكسها شنو؟ أي كلمة؟ كريم. عكس كلمة كرم كريم. قل كلمة عكس كلمة كرم. بخيل. البخل. الكرم البخل هو أقوى احتمال. برافو. قرر مع من نلعب، معكم أم معهم؟ حوله. ها يلا شباب. هم شكرا أخ محمد. محمد تزرع. خلينا نشوف. دلال. أريد كلمة عكس كلمة كرم. طلع بخل. هو أعلى احتمال بخل، يعني مش أعتقد وراه. يعني نوقف. اللغة العربية بحر. بحر. إحنا أخذنا 8 احتمالات ويا أكثر. شنو بعد؟ قليل العطاء أو قل كلمة. كلمة عكس كلمة كرم. قلنا بخل وبعد قليل. نقدر نقول هالكلمة؟ لا ما جبت. خطأ. الخطأ الأول بسبب الوقت وعمر. ها شو مصيبة؟ قاعد تضحك. شو بخل عكس كرم وبعد حلوة صفنا. مو عمل اللغة العربية بحر. بحر محيط. ما سامعين محيط؟ شو تقول؟ شو وقت يطلع هذا؟ ما يطلع. خليه يصلي. يلا روح ابو علي. يلا تفضل. لا لا جاوب راسي. يعني انتوا يعني فقط بالغناء؟ لا لازم تتعمقون باللغة العربية. وش تقول حسين؟ يلا اخوي انت ابن عبد فلك، لا تخجلنا. ها اخويا قل كلمة عكس كلمة كرم. كرم بخل وبعد عكس كلمة كرم. اي هذا تعتمد عليكم. لا 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 شلون حولتوا عليهم؟ لا لا يعني ثلاث اخطاء. واحد اثنين ثلاثة. خطأ. وراح نروح على عراق ايدل. اثنين سليم حبيبي. اريد كلمة عكس كلمة كرم. طلع البخل وبعد مقصر. مقصر. حسد. ها حسد. 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 واحمد.